بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب بخير ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن شاشة من شاشات سامسونج. الشاشة دي يا جماعة انا بعتبرها عملاق 2021، عملاق 2021. تلفزيون الذكي بتاعنا النهاردة هو الQ80A. طبعا هي شاشة من شاشات الكيو ليد، وشاشات الكيو ليد اتكلمنا عنها كتير جدا انها تعتبر اعلى انتاج وانقى صورة وافضل امكانيات على مستوى العالم بالنسبة لشركة سامسونج. سامسونج ليها مئات المصانع على مستوى العالم. الكيو ليد يعتبر هو اعلى فئة انتاجية بالنسبة لسامسونج. الشاشة دي شاشة جديدة انتاج 2021 شهر 4 اللي هو شهر ابريل. لو اتكلمنا على الشاشة بتشتغل بتكنولوجيا الدايركت فول اري مع معالج كمي بدقة الفوركي مع حجم لوني 100% بفضل تقنية الكوانتم دوت. الشاشة دي يا جماعة المتاح منها حاليا في الاسواق العربية هو 55 بوصة و 65 بوصة. نقول تاني الموديل هو Q80A، شاشة QLED 4K Smart TV، وزي ما قلنا 55 بوصة 65 بوصة، ده المتاح في الدول العربية فقط. لو اتكلمنا على الشاشة، اولا الشاشة شكلها شيك جدا. القاعدة بتاعتها او ملهاش ارجل، شاشة بدون ارجل، هي كل الحكاية انها بحامل قائم زي الستاند القصير كده، وفي نفس الوقت عشان تقدر تتحط على اي منضدة صغيرة بصورة سلسة. لو اتكلمنا على الشاشة بتاعتنا بتدينا اللون الاسود والابيض النقي العميق اللي بيكون متداخل مع مجموعة الليد داخل الشاشة عن طريق تكنولوجيا اللي احنا لسه قايلينها، هي الدايركت فول اري. بتعرض لك المناطق المركزة لمصابيح الليد المصفوف الموجود بطريقة ذكية جدا، طريقة عبقرية. نماذج الليد المصفوف يا جماعة هي مختلفة تماما عن نظام الليدات اللي موجودة في شاشات LCD او شاشات الليد اسمها الدارج المعروف. لو اتكلمنا على الشاشة بتعتمد على ذكاء الصورة مع الصوت الرائعين مع المعالج الكمي 4K. المعالج بتاعنا يا جماعة هو الكوانتم دوت، بيدينا الاداء الشامل وبيحسن بذكاء الصوت والصورة. غير كده انه بيمنحنا تجربة مشاهدة مذهلة عن طريق معالج كمي، يعتبر معالج ثماني النواة. الشاشة بتاعتنا تعتبر شاشة ثمانية النواة، ونادرا لما بنلاقي شاشة فيها معالج ثماني النواة من اعلى فئة للكوانتم دوت بروسيسور 4K اللي موجود عندنا في الشاشة بتاعتنا النهاردة Q80A. الشاشة دي بتعتمد على مليار درجة لون مع تقنية الكوانتوم دوت. حجم اللون او الحجم اللون الكمي النسبة المئوية بتاعته بتكون نسبة 100%، يعني عندنا اللون الطبيعي الاورجانيك بفضل تقنية الكوانتوم دوت اللي بتدينا افضل صورة على الاطلاق، وبتدينا برضو الحجم اللوني بنسبة عالية مع تكنولوجيا الكوانتوم دوت اللي بتدينا ايحاء بالهالة الضوئية اللي بتحوله للون اخاز، بتقدر تشوفه لون جميل جدا في اي مستوى سطوع. وده مهم جدا، لان احنا دايما لما جماعة بنتكلم عن الشاشة دايما في ناس يقولك الصورة باهتة، الصورة غير يعني مستقرة الاداء بالنسبة للالوان. مفيش الكلام ده هنا في الشاشة. الشاشة هنا الوان طبيعية 100% بتتكيف مع البيئة المحيطة والحجم اللوني الخارجي للبيئة المحيطة ومع الديكورات كمان والوان الديكورات. ناس كتير تقول ان او ناس كتير بتكون حاطة مواضع الاضاءة في الغرفة بطريقة معينة، وبتركب الشاشة او بتضع الشاشة في اماكن خطأ. الاماكن الخطأ دي بتخلي الشاشة مواجهة للمصباح، او المصباح ضوء المصباح بيكون طاغي على الشاشة نفسها، فبالتالي بتشوف الصورة مشوشة ضبابية. بالتالي ده كله بيكون عيب استخدام من
صاحب الشاشه لانه مش حاطط الشاشه في المكان المناسب. نخلي بالنا من الحته دي كويس جدا يا جماعه. هنكمل كلامنا على الشاشه بتاعتنا النهارده. الشاشه بتدينا مقياس سينمائي بتباين عميق جدا عن طريق الكوانتوم اتش دي ار بمعلوميه ال 12 اكس 12 اكس اللي بيدينا الوان غامره بتفاصيل وتباين اعمق، وبتنقل لنا تقنيه الكوانتوم اتش دي ار لمستوى جديد جدا من امكانيات ال HDR 10 برو. لو اتكلمنا كمان يا جماعه على الالوان الرائعه من كل منظر، زاويه رؤيه عريضه لان الشاشه بتطيح المشاهده العريضه او زاويه الرؤيه العريضه مع الوان رائعه من زوايا اكتر مع يعني تضاد التشويه اللوني، حتى لما تقدر انت تشوف الشاشه من الاجناب يمين او من اليسار بتحس كأنك امام الشاشة مباشرة. شاشة مميزة جدا بتدينا صورة مثالية حتى في ظل تغير الظروف المحيطة يا جماعة. صورة تكييفية زي ما احنا قلنا انك بتستمتع بصورة مثالية بدون اجراء اي تعديلات في اعدادات الصورة، لانها سطوعها نفسه بيتغير تلقائي مع تغير الضوء الخارجي. طيب لو اتكلمنا على الصوت، احنا عندنا صوت او خاصية الصوت الموجودة المعتمدة على تتبع موقع الاجسام اللي هي الـ OTS، ده الاسم المعروف بيه على مستوى العالم. خاصية الـ OTS يا جماعة بتدينا فروق دقيقة جدا مع كل مشهد الصوت الخاص بيه اللي بتتبع كل حركة، مع مكبرات الصوت الضخمة المخصصة اللي موجودة في أبعاد وجوانب الشاشة من كل الأجناب، وده بيخليك طبعا قريب للحدث جدا، وفي نفس الوقت صوت الشاشة يعتبر صوت محيطي 3D، في نفس الوقت صوت بتتبع حرارة الأجسام، فده بيحسسك انك بتسمع صوت الشاشة وحدك بدون اي ضوضاء خارجية او تشويش غير متعمد حتى بيختلف. عندنا تزامن متناغم بين التلفزيون وجهاز الصوت الخارجي عن طريق نظام اسمه الكيو سيمفوني. الكيو سيمفوني هنا يا جماعة بيدينا انسجام وتناسق بين الصوت والصورة، بيدينا برضو بالنسبة لمكبرات الصوت للتلفزيون ومكبرات الصوت اللي بتدينا شكل بعمل فريد جدا في وقت واحد عشان تقدر تحصل على الصوت المحيطي والتأثير المحيطي بدون كتم الأصوات أو مكبرات أصوات التلفزيون. بتحس ان الصوت نابع من الشاشة كأنك بتسمع صوت حقيقي مش خارج من سماعات جانبية. عندنا الصوت المحسن حتى بالنسبة تلقائيا اللي بيناسب مساحة الغرفة، يعني انت دلوقتي عندك مساحة غرفة صغيرة 3 في 4 متر، مش معقولة انك هتسمع بصوت عالي جدا مرعب، لا الصوت نفسه بيتألف وبيتكيف مع المساحة اللي موجودة في الغرفة. كل ده موجود في شاشة انا بشوفها تعتمد على ذكاء اصطناعي حقيقي، ذكاء في الاداء، عبقرية في اداء البروسيسور الخاص بالشاشة دي يا جماعة، مع شاشة مميزة جدا وشايفها شاشة محترمة جدا. لو اتكلمنا بقى على افضل ما في الشاشة دي، اولا الشاشة بتدينا تحسينات لحركة استثنائية بدقة الـ4K مع تتابع وتحديث مباشر لحظي بدقة الـ120 هرتز. 120 هرتز هنا يا جماعة عن طريق خواص الموشن توربو اللي بيدينا الحركة الاستثنائية بتاعت الشاشة، وبيمكنك من الاستمتاع بأجهزة اللعب او بالالعاب بأجهزة 2021 كلها بلا استثناء، زي البلاي ستيشن 5 زي الاكس بوكس 2021 بتستمتع ب 120 اطار في الثانية. ده بيديك امكانية اللعب جميع العاب العالم بدون اي فريمات او لاجات او اي مشاكل في الصورة المتحركة بسرعة اثناء الالعاب. عندك شاشة بتتكيف مع كل انواع الالعاب، عندك مداخل الـ HDMI الخاص بالشاشة، عندنا 4 مدخل HDMI و 3 USB، عندنا مداخل الـ HDMI من نوع 2.1 وطبعا ده اعلى مدخل على مستوى العالم مناسب جميع العاب على مستوى العالم، وكمان عندنا الـ USB 3.0 الموجود اللي تقدر تنقل عن طريقه الداتا بصورة لحظية كبيرة جدا اكتر من 5 جيجا في الثانية الواحدة، تقدر تنقل بيانات، فطبعا امكانيات عالية جدا مع شاشة محترمة جدا، شاشة بتناسب جميع
جميع الاحتياجات الخاصة بيها من صوت وصورة وألعاب ومحتوى رياضي محتوى سينمائي، كل ده موجود في الشاشة بتاعتنا مع إمكانيات أنا بشوفها إمكانيات غاية في الروعة بصراحة، إمكانيات مميزة جدا مع شاشة يا جماعة بتعتمد على ريموت كنترول مميز جدا. عن طريق ريموت كنترول بتاع الشاشة ممكن تديها أوامر صوتية، الشاشة بتسمح بالأوامر الصوتية باللغة العربية وبأكتر من 48 لغة. إمكانيات مميزة جدا مع شاشة أنا بشوفها من شاشات الجيل القادم بصراحة، شاشة موازية لشاشات الأوليد بالنسبة لإل جي وشاشات الأوليد برضو في سوني، لأن في سوني حاليا أوليد، فطبعا إمكانياتها مميزة جدا وفي نفس الوقت سعرها يعتبر أرخص من شاشات الأوليد وسوني، فهي أنا شايفها شاشة محترمة جدا، شاشة عالية الأداء جدا مع إمكانيات تحترم، شاشة شيك جدا مناسبة لأي ديكور منزلي، إمكانيات محترمة وشغل محترم جدا، وبصراحة يعني شاشة لا غبار عليها بالمرة. الشاشة دي متوفرة حاليا وموجودة في أغلب الدول العربية، إمكانيات رائعة جدا جدا، شاشة تقدر انك تربطها بالموبايل بالايفون بالاندرويد عن طريق خواص الاير بلاي تول موجودة فيها، شاشة بتتيح لك الاستخدام الامثل الاستخدام الذكي لكل ما ينتمي لسامسونج من اجهزة المنزل زي التكييف سامسونج زي غسالة سامسونج تلاجة سامسونج اي شيء من سامسونج حاليا ممكن انك توصله عن طريق الواي فاي بابليكيشن خاص بالشاشة، تقدر تتحكم في كل هذه الاجهزة عن طريق ريموت كنترول وعن طريق الموبايل، امكانيات رهيبة بالنسبة لشاشة مميزة جدا شيك جدا وفي نفس الوقت مش بتطلب حيز كبير من المكان، شاشة امكانياتها هائلة جدا وفي نفس الوقت انا بشوفها سعرها مميز جدا وفي نفس الوقت احدث شاشة على مستوى العالم حاليا هي سامسونج الQ80A. شكرا جزيلا لحضراتكم واسف للإطالة. قبل ما اقفل ياريت نذكر الله ونصلي على رسول الله، دمتم بصحة وبعافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.